ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، معناها لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. والعبادة المراد بها التعبد لله جل وعلا بما شرعه رب العالمين. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة التي تظهر على الجوارح والباطنة التي تكون بالقلب. وأما الاستعانة فهي طلب العون، والمعنى لا نستعين إلا بالله وحده لا شريك له. وقدم المعمول هنا وهو إياك، وإياك للحصر، هذه فائدة تقديم إياك هنا، يعني لا نستعين ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الآية هي واسطة هذه السورة، وهي لبها، فأولها لله جل وعلا وهو عبادته وحده لا شريك له، وآخرها للعبد وهي استعانته بربه جل في علاه. وهذا خالص التوحيد.